مسرباً من إحدى قنوات التليجرام الخاصة بالجنود الإسرائيليين قبل بدء العملية البرية في لبنان، وقفوا يرتلون آيات من التوراة ويقول لك مش حرب دينية وافصل الدين عن السياسة. محمد أبو تريكة بيقول لك مش دوري بس أحلل 4-4-2 و3-5-2، ولو مش عاجبك اطفي التلفزيون. إحنا مش بتوع كرة بس، إحنا بتوع كله، إحنا بتوع توعية وبتوع دور ثقافة، لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر. فرد عليه طارق ذياب قال له دورنا التحليل. دوري لو دوري هقعد في البيت، دي رساله عندي. دي دورنا كلنا، انا بتكلم عن نفسي. والله العظيم انا بشفق عليه، تبقى راجل في السن ده وكل دورك في الحياه ان انت تطلع على التلفزيون تقول ده بيلعب ازاي وبيباظي الكوره، والمفروض المهاجم كان يروح مش عارف على الجبهه دي، والواد البلاي ميكر كان المفروض يلعبها له ازاي. انا بشفق عليه والله العظيم. يعني انت ازاي مستحمل نفسك؟ انت كده مهزأ. لو هو دورك في الحياه وانت معدي الستين ان انت تقعد تحلل كوره جلد بيجري وراها 22 واحد ومتخيل ان هو ده قمه الانجاز، انت حرفيا مهزأ. من ايرلندا، فري بالستاين. الله يوسع عليكم يا رب. اسرائيل بتعلن ان عمليتها في لبنان محدوده، كانت محدوده برضو في رفح. أمريكا بتنقل طائرات F-15 وF-16 وF-22، مش عارف إيه الإفات دي كلها، استعداداً للدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لأي هجوم. أحب أقول لأمريكا ما تقلقيش على إسرائيل نهائي، لأن إسرائيل وسط إخواتها.